قامت مديرية التربية في مدينة بزاعة وريفها بالتعاون مع المجلس المحلي والأخوة الأتراك في وزارة التربية التركية بافتتاح أول روضة في منطقة درع الفرات شرق حلب في مدينة بزاعة. الروضة حاليا هي عبارة عن صف لعدم توفر أماكن أخرى، تضم 50 طالب في كل فوج 25 طالب. طبعا نخطط في المستقبل افتتاح صف كروضة في كل مدرسة، ريثما يتم تأمين أبنية خاصة برياض الأطفال. في بعد عطلة الانتصافية سيتم فتح روضتين، إحداهما في مدرسة المستقبل والثانية في مدرسة بنات بزاعة، ثانوية بنات بزاعة. يلا دالون بيكون دالون بيكون حسن. بستخدم انه خليهم يكتبوا بالمعجونه الاحرف اللي اخذوها، او عن طريق اطباق الرز يكتبوا الاحرف اللي اخذوها كمان على اطباق الرز. مستمرين نحن لحتى نعلمهم كل الاحرف، لحتى بالاخير يكتبوا اسماءهم، اسماء ابائهم وامهاتهم. مستمرين ان شاء الله لحتى ينجحوا على الصف الاول.